ينافس فريق البحرين ريد اكستريم بقوة على لقب بطولة العالم للراليات من خلال جولة رالي أبو ظبي الصحراوي. ويحتل سيباستيان لوب وملحه فابيان لوركين بسيارة فريق البحرين ريد اكستريم برو درايف هانتر المركز الثاني، فيما جاء السعودي يزيد الراجحي في المركز الثالث. ووجه سيباستيان لوب تذكيرا قويا اليوم بأنه منافس حاضر على لقب البطولة، مستغلا تفوق مركبته برو درايف هانتر وفريقه الفني الذي تمكن من تركيب محرك جديد على سيارته 9 مرات وفي وقت قياسي، مستعيدا نشاطه للمرة الثانية بتسجيل ثاني أسرع وقت في جولة يوم أمس.